والله الخوتي الى القهره، بالله اقسم لكم بالله الى القهره. منين صليت الصبح وانا في تمالا مع هاد المراه في السبيطار، هذا لا حول ولا قوه الا بالله. هانتم المراه تتموت، رجليها منفوخين، يديها منفوخه، الله ليعن بها، ما تقدرش تتحرك من بلاصتها، وفي الاخر يعيطوا عليك يقول لك شنو، اجي دير لها التحاليل على برا وشري لها الدواء وديها للمستعجلات من السويسين، ديها للمستعجلات ديال سبيطار الراس باش يشوفوا لها عينيها. دخلت عليكم بالله، واش هذا ماشي منكر؟ راه عينا، راه عينا، ما نشكيو عينا، ما نديرو في الفيديوهات. لا حياه لمن تنادي. بغينا نعرفوا واش حنا الا كنا حنا هاد المواطنين الفقراء متقلين عليكم ولا منوضين لكم الارار في دماغكم، سلطوا على شي فيروس اخويا وقتلونا وتهناو وبقاو هانتوما الطبقه الراقيه تبقاو عايشين، حنا نمشيو نموتوا وتهناو منا، واخا حنا نتوما بلا بينا حنا ما تسوى والو، حنا اللي فينا الزباله، حنا اللي فينا الخماسه، حنا اللي فينا الشيفر ديال الطاكسيات، فينا الشيفر ديال الطوبيسات، فينا كل شيء، فينا الشطابه، فينا البيع والشرية، فينا مالي الحوت، فينا مالي الخضره، فينا كل شيء. يعني ما كناش حنا ما غتكونوش بوكم نتومايا، ما غتكونوش يا ولاد الحرام يا يكروش الحرام، ما غتكونوا نتومايا. راه هاد الفقراء هما باش عايشين نتومايا، راه على ظهرنا حنا وعلى كتافنا حنا باش نتوما عايشين ودايرين ومكبرين كروشكم. الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق. وانا راه فوضت امري الله سبحانه وتعالى، وذنوب هاد المراه، وذنوب ماشي هاد المراه، مراوات هما في المجتمع، ذنوبهم عليكم الى يوم القيامه. ومن هذا المنبر تنوجه الخطاب ديالي لصاحب الجلاله اعزه الله، راه الحل الوحيد راه هو انت سيدنا، راه ما يقولوا لنا لا رئيس الحكومه ولا وزير الصحه ولا والو، راه انت من بعد الله الى قلتي كون فيكون. راه انت الى قلتي لهم اصلاح التعليم واصلاح الطب الصحه راه يتصلح. علاش خرجتي لنا سيدنا الرامد؟ علاش خرجتي لنا باش المواطن اللي ما فحالوش يمشي للسبيطار ديال الدوله ويعتنوا به؟ حيت عنده الرامد هذا السيد، مادام عنده الرامد راه عنده لي سيباسي ديال الملك. شنو هي لي سيباسي ديال الملك؟ يعني هذا السيد اعتنوا به، راه عنده الرامد. الرامد شكون اللي خلقها وشكون اللي دارها؟ دارها صاحب الجلاله اللي هو محمد السادس. اذا علاش تخرجوا هذا المواطن من السويس تقول لي دير تحليل على برا؟ علاش؟ علاش؟ حسبي الله ونعم الوكيل. خوتي انا راه ما بغيت منكم لا مساعده لا حاجه، حاجه واحده، بارطاجيو بارطاجيو، عرفتي شنو بارطاجيو؟ وصيفطوا لاكبر عدد ممكن، بارطاجيو، ما تملوش من البارطاج. حيت راه ماشي صوتي انا بوحدي، راه صوت واحد الملايين ديال الناس مقهورين. راه حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يجازيكم بخير لما بارطاجيو، الله يفتح عليكم.